روزغار ما عم يقدر ينام، قال بده يقعد يستناهن معنا. تمام، تعال لشوف. نحن رح نستنى أبوك وأمك، بس أول ما يجوا فورا بتطلع على غرفتك وبتغمض عيونك، اتفقنا؟ طيب هن لوين راحوا؟ ما حكوا لك شي؟ لا والله ما حكوا. مو من عادتهم يطلعوا بالليل، هي أول مرة بيساووها. بيلين يلا أنت كمان ارتاحي يا بنتي، لا تقلقي هلأ بيجوا. أنا زهرة، عروس القصر الصغيرة. لما كان عمري 14 سنة كنت عم بلعب بالحارة، بعدين صار اتفاق بين عيلتين وزوجوني. مدرستي، أحلامي، حياتي، كلهم انتهوا فجأة، وأنا لساتني طفلة صغيرة، صرت عروس بقصر كبير. خلوني إجلي طناجر أكبر مني، وغسلت كتير تياب وشطفت وغسلت سجاد كمان، وصرت أم لطفل قبل ما عيشت طفولتي. دموعي ما وقفوا ولا للحظة، لأنه أنا ما كنت عروس بالقصر الكبير، كنت ضحية للأعراف. ولهالسبب ألفت هالكتاب، لأنه بدي ضمير كل الناس يصحى ويعرفوا شو يلي عم بيصير، بلكي بالمستقبل بيتعاطفوا مع الأطفال وبيمنعوا زواج البنات الصغار ودمار حياتهم. أنا بتمنى كل يلي مفكرين إنه حياتهم حزينة يقروا كتابي مشان يتعلموا ما يستسلموا أبدا، ويتعلموا إنه يضلوا عم يدعوا لرب العالمين، وقتها رح يساوي لهم معجزة تغير حياتهم.